يا حرس، ايه يابا اللي بيحصل هنا ده يابا؟ في ايه؟ خلاص يا ابني، مش هتعرض الماتش النهارده. ازاي يابا مفيش ماتش النهارده؟ عمو زيزو، احنا مأجرين الجهاز ب 400 جنيه، الماتش لازم يتذاع، يعني هيتذاع. اصل انت يا ابني ما تعرفش الفرح ده بتاع مين. هيكون فرح مين يعني؟ خير جزمه مثلا؟ ايوه هو بتاع خير جزمه. النهار اسود، طب فككوا بقى ماتش محمد صلاح ونشغل انبي والشرطه اقوى. حرس ما بيخافش يابا، انا مش قليل. مفيش افراح هتتعمل، يعني مفيش افراح هتتعمل. بقول لك ايه، بلاش فتحه الصدر بتاعتك دي، ده جزمه، وهو قال الحته دي انضف حته في المنطقه عشان يعمل فيها الفرح. لا هو في دي عنده حق يا حرس فعلا، لان الحته دي فعلا اسمها زمالك المنطقه، ما كلها طفحه فيها المجاري يا عم زيزو. انت بقى من عديد المنطقه؟ ايه انا زي ما حد بيقول يا فرح مش هيتعمل يا لا يا عم جزمة، ما حدش قال كده. ده احنا مستعدين تقعد انت وعروسك على حجرنا بدل الكوشه. يعني على حجركم؟ انت بتقول ايه؟ انا قصدي يعني لو عايز تدخل على عروستك ممكن تدخل في اوضه نومنا، ما عندناش اي مشاكل. انا اخش في اي حته يا ومن غير استئذان. خشيشه حاضر. بكتيريا؟ عارف ابو كتيريا؟ انت اكتر واحد في العالم التالت ممكن اذيه بسهوله، بنص جنيه دي تول من الاجزخانه وفي بخاخه وانتهى امرك. بخاخه؟ بخاخه. ممكن بس يا خير نحكم العقل والقسطاس ونتكلم بالراحه؟ انا مش فاهم كلماتك يا انا هحكي لك الموضوع. هو كل القصة ان احنا اجرنا جهاز ب 400 جنيه، أوه، ناكل فيه لقمة عيش يعني، أوه، فلو زحنا الفرح ده 5-8 كيلو، أوه، ها هنعرض قدام القهوة وهنكسب كلنا قرشين حلوين. ايه البتاع ده؟ هو البتاع ده بقى يذيع مطوشة؟ ده اللي هو الجهاز المشفر اللي بيفتح الماتش. طمت يا انت بقى من حديد يا منطقة، خبر عاجل، فرح جزمة هيتعمل في الحتة اللي عايزها جزمة. جزمة؟ جزمة ايه؟ هو بيشتم نفسه ولا بيعرضها؟ اسكت طيب. في حاجة يا جزمة ولا ايه؟ لا مفيش حاجة. احنا كده دخلتنا احنا النهاردة. سكي انت. حاضر. ايه يا بت؟ انت ايه اللي منزلك الحارة تزنقها في الشباب يا بت؟ يلا اطلع من هنا. شباب الحق عليا ان انا جاي اطمنك على عروستك. الفردة النايمة عملت فيها ايه يا بيت؟ مش قادرة اقول لك، ظبطتها لك وخليتها لك. ايه هي صحيح خدت من طاقتي، بس ايه خليتها لك فول ليلة. بص بقت باركي كده وبتلمع، سايباها بقى تنشف للفرح. هي شقة ولا عروسة؟ شو كده؟ حاضر. ايه يا بيت؟ انت بتقولي جزء من الحقيقة ولا ايه؟ I don't see just true. طب يلا نعمل لك يوم موت، غوري من هنا يا بيت. ماشي. وانت فريس يلا اطلع الحق غير عشان هترقص النهارده. اوعى، مفيش فرح هيتعمل، يعني مفيش فرح هيتعمل. انت كده طلعت بروسلي اللي جوايا. ينفع كده يا خيري؟ معلقني فوق عشان خايف مني؟ لو انت مش خايف مني كنت تواجهني على الارض. صح يا حريس، انا خايف منك جامد، ده انا من كتر الخوف جاتلي رعاشة. انت بقى يا منطقة، خبر عاجل، فرح جزمة هيتم في الزمان والمكان، والعمود ده وعليه حريس هيفضل منصوب لحد ما جزمة يرجع من شهر العسيلة. فرحك مش هيتعمل يا خيري، يعني مش هيتعمل. يا عيني عليك يا قلب امك، كده يا ولاد هتسيبوه؟ ده انتوا اخواته. ايه هتسيبوه بيتعلق كده؟ حرام عليكم يا قلبي، ايه اللي عامله اخويا ده؟ طنط عايزاني بس نعمل ايه؟ ما ابنك الا ليه الادب ولسانه طويل. تعرفوا تهدوا شويه؟ هتعمل ايه؟ انا هتصرف.